الفيديو اللي حعرضه عليكم الآن ممكن كثير منكم لما يشوفوه يشعروا كده بالانتصار أو التشفي، لكن في ناس ثانية أكيد يعني ومنهم طبعا محبي الدراجات النارية ما راح يعجبهم أبدا. يعني بصراحة عقاب جديد من نوعه، هذا العقاب قام فيه شرطي اندونيسي ومثل ما شفتوا نزل السائق يعني عند العادم حق الدراجة وصار يضغط عشان يطلع الصوت ويخليه يحس قد إيش الصوت مزعج بالنسبة للي حوالينه.